النهارده هنتكلم على اول حرف في الانجليش اللي هو الاي، وخلينا بس نتفق على حاجه واحده، ما اسموش اي في الانجليش، اسمه اي. الاي ليه 6 ساوندز او 6 اصوات مختلفه. I'm gonna encapsulate them اللي هما sounds and some rules for you. تمام، يعني انا هحاول الخصهم، هلخص الصوتيات ديت او الاصوات المختلفه بتاعه الاي في 6 قواعد مختلفة. بس يعني we've got to know there are exceptions، لازم نعرف ان في شوية استثناءات، اي قاعدة بيبقى ليها استثناء. وفي اخر كل rule او في اخر كل قاعدة هتلاقيني بكلمك على ال exceptions. قبل برضو ما ابتدي الفيديو خليني اقولك ان انا النهاردة هركز على ال American English، مش هتكلم على ال British English. A ده اول صوت معانا، هو صوت الحرف الاصلي. الصوت اللي هو الاي بيحصل لما يبقى عندنا اي وبعدين consonant، يعني حرف ثابت في الانجليش، وبعدين عندنا الكلمات بتنتهي باي. في كلمات زي take make fake، خد بالك ان هنا في exception مشهور جدا وهو كلمة have. ما بنقولش have، بنقول have. لما الاي في الانجليش بتيجي برضو مع الاي مع الاي، زي main fair train. الكلمات اللي في الانجليش بتكون من او فيها كلمة او فيها المقطع able A-B-L-E، طالما كلمة من مقطع واحد، زي able cable table stable. لكن لو الكلمة بتكون من مقطعين او اكتر، الاي في الانجليش ما بتتنطقش، ودوت هنا exception، زي eatable available reachable. ده تاني صوت، the second sound. هديك برضو شوية rules عشان تعرف منها. الصوت دوت فرق مهم جدا ومحوري من الفروقات ما بين British English وال American English. لو عندك كلمة بتنتهي ب TH وبتتنطق ثا، زي bath bath wrath. ما بنقولش bath زي ال American زي ال British English، ولا بنقول wrath، بنقول bath wrath. لو عندك كلمات بتنتهي ب S في الامريكان انجلش غير البريتش، في الامريكان انجلش بننطقها اه، زي pass grass، على عكس البريتش، في البريتش بننطقها pass grass. كمان لو عندنا كلمات في الانجلش بتنتهي ب F او A وجاي بعدها F، انا اسف، زي كلمة after بعد، مشهورة جدا، ما بنقولش زي البريتش after او after، بنقول after. يضحك، ما بنقولش laugh زي البريتش، بنقول laugh. جي اتش هنا بتتنطق اف، انا بتكلم على الصوت. لو عندنا كلمات كمان بتنتهي ب ان سي او ان سي اي، وده فرق مهم جدا برضو ما بين البريتش انجلش والامريكان انجلش. في الامريكان انجلش بنقول chance مش chance زي البريتش، ما بنقولش dance، بنقول dance. So repeat after me: chance dance. اغلب بقى الكلمات اللي في الانجليش اللي بتبقى من مقطع واحد، يعني فيها فاول واحد اللي هو الاي، وبتنتهي بحرف ثابت، زي cat man fat mad. ده تالت صوت معانا، وبنعلمه لما بنلاقي كلمه فيها اي دبليو في الامريكان انجليش، زي saw law dawn lawn. الكلمات في الانجليش اللي بتنتهي بال ام، زي calm، في حاجة اسمها calm الأول، ها ايه ده يعني، أو palm. الكلمات كمان اللي بتنتهي ب rn أو rm، زي born form. كلمات تانية ملهاش قاعدة، زي كلمة مشهورة جدا في الإنجليش اللي هي كلمة father، ما فيش حاجة طبعا، هي دايما بتقال father صوت ال اوكي، واللي هو قريب جدا للاو في الانجليش، بس ما بنضم شفايفنا قوي، بنقول اوكي. الصوت ده بتلاقيه لما تلاقي الاي في الانجليش وجاي بعدها ال ال، في كلمات زي بول تول فول. والساوند دوت قريب جدا من الفيرست ساوند، بس هو بيبقى اقصر شويه. فاكرين لما كنا بنتكلم على تيك وميك، لدرجه ان في ناس بيعتبروهم زي بعض، بس يعني في اختلاف بسيط وانا حنبالي شويه فحطيتها لوحدها في نمبر 5. بيحصل في
لما تبقى في الانجليش عندك ال A وجاي بعدها R R Y. خد بالك برضو انا تاني بتكلم على الامريكان انجليش. كلمات زي Mary Mary Carry Terry. برضو في الامريكان انجليش الصوت ده بيحصل لو عن لو بنقابل كلمة في الانجليش بتكون من مقطعين او ثلاثة وبتنتهي ب A R Y. زي مثلا قاموس في البريتش بنقول, وده فرق من الفروقات برضو ما بين البريتش والامريكان, في البريتش انجلش بنقول ديكشنري, لكن في الامريكان انجلش بنقول ديكشنري اري. بنقول في البريتش انجلش ميليتري, لكن في الامريكان انجلش بنقول ميليتري. ايه الصوت دوت بيحصل في الانجلش لما بنقابل nouns يعني اسماء في الانجلش او adjectives او صفات بتنتهي ب a t e. climate, private, certificate. If you like the video, share and like. Thank you and wish you all the best.